الصحافة، يعني لولا الصحافة ما وصل صوتنا إحنا للناس. طبعًا. شو بدي أحكي؟ بدي أحكي على لبسي مثلاً؟ بدي أحكي على شعريتي؟ أنا من يعني أنا مني موديل. شو بتخبرنا؟ أنت شو تبي تخبريني؟ شنو عندك أخبار؟ خبرني كيفك أنت والصحافة؟ الصحافة حبيبة، الصحافة هي الوجه الآخر للفنان. يعني في رأيي أنا أن الصحافة، يعني لولا الصحافة ما وصل صوتنا إحنا للناس. لكن بالوقت الحالي اللي قاعد اشوفه ان الصحافه، يعني انا على فكره انا مقاطع الصحافه. ليه؟ يعني عندنا في الكويت يمكن يعرفون اخواني، مو زعلان مع احد، كلهم اصحابي، كلهم احبابي، الصحف والصحفيين الصحفيات كلهم اصحابي وربعي. سعادتنا ايوه هو سعادتنا وافراحنا افراحنا واحزاننا كلها مع بعض، عرفتي؟ ايوه. لكن الفترة الأخيرة للأسف يعني ممكن أنا انجرحت، يعني ممكن هي فترة 6 سنوات، يعني أنا صبرت على الصحافة 6 سنوات، عندي مبدأ ويعني وجهة نظر في الصحافة، أن الصحافة تقريبا اكثرت فيها الأقاويل، كثر فيها الدخلاء. بس في شغلة الصحافة كتير مهمة، يعني مهمة كتير للفنان. طبعا أنا قاعد أقول للعالم بالضبط، مو هذه الصحافة سلاح مهم وبنفس الوقت خطير. يعني هالسلاح هذا، أو عفوا ما أسميه سلاح، أسميه مصطلح ثاني يمكن سلمي أكثر، لكن الصحافة إذا كانت بنفس الوقت توجه السلاح هذا علي أو ممكن تضرني من غير ما تعلم هي، ما بدي هذه الصحافة. يعني عارفة يعني اللي أقصده أن 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 ضررها، ما أقصد ضررها، شنو اللي أبي أوصله لك أنا؟ ليك لك شغلة، في صحافة تكتب بضمير، يعني في صحافة في صحافة ماشي دايركت، يعني بتحس عم تكتب بضمير، عم تكتب عن شخص، عن حق. في صحافة مجرد عم تكتب، يعني في وراها أشخاص بالضبط، بيكون في دعم مالي، علاقات، ما هذه كمان أنا بشوفها يعني بحياتي الفنية كثير. وفي شغلة إنه اللي عم نشوفه هلأ، يعني بوسط الفن مثل عم نحكي عن الصحافة، صار في هلأ تلاحظ أنت صار في علاقات كتير كبيرة. يعني مثلاً فنان عنده علاقات قوية كتير مع شركات إنتاج، ميرسي كلك زو، مع شركات إنتاج. أما فنان بيعرض برامج خاصة لإله بيطلعوا عليها. صح. إذا الفنان ما عنده علاقات وما عنده واسطة، أوكي، أما ما عنده تنازل، لأنه في فنانين ما بيتنازلوا لحدا وفي فنانين بيتنازلوا. صح. في هيك وفي هيك. بالضبط. صح. أنا اللي أقصدها بعد، يعني تثنى على كلامك، إن يمكن الصحافة الصفراء بالوقت الحالي لعبت دورها، أو ممكن قاعدة تحاول تسيطر أكثر. أنا ما أقول الكل، بالعكس، يعني كثير من الكتاب اللي أكلهم كل احترام وكل تقدير والنقاد اللي أحترم وجهات نظرهم، لكن للأسف إن اللي بدأ يسيطر بالفترة الأخيرة هي الصحافة الصفراء، الأقلام الصفراء اللي قامت تسدج حتى صورة الفنان. الفنان قام يطلع حتى في لقاءاته يطلع بشكل ساذج، يطلع بشكل كأنه ما له قيمة. الفن نفسه صار ما له قيمة. ليش؟ لأن اللي يعكس صورة الفن اللي هو بعض الصحفيين يعكسها بصورة سلبية. ليش؟ لأن الصحفي تلاقينا ما عنده الثقافة العالية بحيث إنه يوجه أو يعطي فكرة عن الفن أو ما حصل بالفن بطريقة فنية، بطريقة علمية. اللي قاعدين نشوفه ممكن أن يصطادون في الماء العكر، فلانة صار الفنانة صارت لها مشكلة مع طريقها والطريق أمر في كذا والفنانة عملت تجميل، موضوع تافه، مواضيع، يعني هو تفتيه الفن. صح. وعلى فكرة قاعد تاخذ مشتات كبيرة وقاعد تاخذ في الصفحات الأولى وقاعد تاخذ بشكل ساذج. بس صدقني بقول لك شغلة، إنه هالأشياء اللي عم بتصير هذه موجة بتقطع. نتمنى. يعني الفنان يلي بيشتغل على حاله، الفنان اللي بيعطي من قلبه، الفنان اللي بيغني بأحساس. صح. أما الممثل اللي بيقدم أعمال حلوة مميزة، نواه حدا يمحيه عن الساحة، بده يجي وقت ياخذ حقه. صح. ما هذا هو. مثل
وقت الموجة بتختفي. بالضبط، هذا أنا دائما أقول إن ما يصح إلا صحيح. إلا صحيح دائما. وفي شغلة صارت معي خالد أنا بمجلة مش حسمي اسمها، لأنه ما حطيت أنا عندهم صورتي على الغلاف، لأنه ما عندي أنا عندي شغلة إذا ما عندي موضوع أحكي عنه ما بطلع بالصحافة. جميل صح. بحكي عن عمل، بقدم عمل بحكي عنه. طبعًا. شو بدي أحكي؟ بدي أحكي عن لبسي مثلاً، بدي أحكي عن شعريتي. أنا مني يعني أنا مني موديل. صح. أنا مني عارض أزياء، أنا فنانة. فنانة بدي أحكي عن عملي. بالضبط. للناس تشوفني. رؤيتك وجهة نظرك. هيدي أنا هيك. عمل فكرتك. أما مش لأنه أنا اليوم جايبة شوز جديد، أما أنا والله جايبة موبايل مثل ما قلت أنت، كنا عم نحكي بالموبايل، أما عم نحكي على اللينات، أما عم نحكي عن أشياء معينة. صرنا عم نحكي بالبرستيجات، اذا بنحكي عنا مثلا بحطوا لك عنوان كبير انه هالفنان مثلا جاب سياره اكزامبل فيراري، اما جاب سياره مع انه سهل نجيبهم عادي، بس مش ضروري الواحد يظهر. او مو هذا الفن اللي احنا نتكلم عنه، او مو هذا الفن اللي احنا الفنان يعني مو هذا طموحه. طموح الفنان انه هو يخدم قضيه، او هو يخدم رساله، او يحمل فكره، او يحمل ثقافه، او يحمل ارشاد، سواء في صوت، سواء في صوره، سواء او في كلمه. ساعات ممكن مسج واحد يهتدي من بعد المسج هذا كثير من الناس. ارشادات يعني ممكن يرشد، سواء مثلا اغنيتك اللي قبل شوي عن الكويت ممكن تربط، ممكن تسوي جسر أو تساعد في جسر، تساعد في كثير من الأمور. أنا لما ارتباطي يكون في بيروت، في لبنان أكون، أو في أي دولة عربية أخرى، الترابط هذا وجودنا إحنا الإعلام. يعني الحين فرضا أنا معك، أنت مطربة فنانة مطربة وأنا فنان ممثل، شنو اللي جمعنا؟ اللي جمعنا اللقاء هذا المحبة، هذه أيضا اللي إحنا قاعدين نسويه، هذه أيضا رسالة. أكيد. هذا اللي إحنا نبي، يعني إحنا طالعين حق المشاهدين إيش نبي نقول؟ أكيد. نبي نقول إن إحنا في عندنا رسالة أيضا من خلال اللقاء. رسالة فنية. الود والاعتدال والوسطية والأمور هذه إحنا نتكلم عنها. صح. طبعًا. الحديث يطول والكلام يطول، أنا بسألك أنت شنو رأيك في الاحتكار؟ أنا مش مع الاحتكار. أنا مش مع أبدا الاحتكار. إذا قالوا لي مثلا مدفع لك 100 دولارات تعي مثلا على شركة معينة يحتكروني، ما بروح بكل صراحة، لأنه أنا برأيي الاحتكار هو بفشل الفنان، بفشله، بقيده، بقيده. بس في مشكلة اليوم مش أسمي شركة، بتحتكر الفنان لإلها، بتحتكره. طب ما هالشعب هالعالم عندهم كذا محطة. صح. طب بشوفوا هالفنان على محطة واحدة، بس محطة واحدة. طب ليش؟ هذا الفنان لكل العالم، مثل ما عم تحكي أنت اليوم. صح. الفنان أو الممثل بيجمع، بينمي، يعني بيسقف العالم أكثر، بيعلمها أشياء جديدة، بيجمعهم. بالضبط. في أشياء كثير، رسالة فنية. فأنا اليوم لتكون احتكاري لشركة معينة، واللي عم بصير هلا كمان عكس، انه الشركه عم تاخذ مهرجانات مثلا، عم تاخذ مهرجانات لإلها. صحيح. فبتجيب فنانين تبعها، الفنانين الباقيين عندهم اصوات حلوه مثلا وبيستاهلوا يطلعوا بمهرجانات، ما بتجيبهم. طب ليش ما بتفتح الشركه مثلا اكزامبل هالشركه ضم الفنانين تبعها؟ لما بتفتح مجال للفنانين الباقيين، ما بالعكس هي بتربح وهن بيربحوا.